جئت معتمرا ولم أحلق الشعر الذي تحت الإبطين لأنني كنت جاهلا بضرورة حلقه، وبعد أن أنهيت من مناسك العمرة أخبروني بذلك فحلقته، هل علي شيء؟ ما في ضرورة الحلق الأبطين، إنما هو من باب التنظيف فقط، النظافة. إذا كان في الأبطين شيء من الشعر عند الإحرام تزيله لأجل تنقطع الرائحة الكريهة التي تصاحب والعرق، هذا سنة وليس بواجب. لو أحرمت عليك شعر أبطيك وشاربك ما قصيت شاربك ولا حلقت عانتك إحرامك صحيح لأنك تارك لسنة فقط. نعم.